اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات امم افريقيا. المباراة الان تقدم منتخب غينيا على مصر بهدف مقابل لا شيء، وكان فرصة محققة لمنتخب مصر لإدراك هدف التعادل في الدقيقة 27، تسديدة صاروخية أرضية من تريزيجيه يتصدى لها حارس مرمى غينيا وترتد لمحمد صلاح أمام المرمى مباشرة، والمرمى فاضي، الشباك محمد صلاح أمام الشباك يهدر هدف مؤكد لمنتخب مصر، وحتى الآن النتيجة 1-0 لغينيا. نتمنى المنتخب يتدارك الوضع ويحرز هدف. هارد لك يا صلاح، خيرها في غيرها. واضح كده لمحمد صلاح كان جاي من حالة استرخاء، طبعا خد اجازة من الدوري الانجليزي وكان بيصيف في مصر ومروق على حاله.